مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية اليوم. لا تزال أجواء حارة مستمرة ويانا خاصة في هذا المساء، تقريبا متراوح درجات الحرارة الحالية ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد. أما الأجواء الحالية في مدينة الكويت، السماء غائمة جزئيا، استمرار في الرياح الجنوبية الشرقية اللي دائما تكون تؤدي لزيادة الإحساس بالرطوبة. درجة الحرارة الحالية 43 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 19، الرؤية الأفقية لا تزال جيدة 8 كيلو. لا تزال دولة الكويت تحت تأثير منخفض جوي، ولكن بدأ يضعف المنخفض الجوي، تراجع إلى جهة الشرق، أدى إلى تغير الكتلة الهوائية وتقلب في الرياح يؤدي ويانا إلى زيادة الإحساس بالرطوبة خاصة اليومين القادمين. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة بمشيئة الله، أجواء حارة نسبيا في المناطق الصحراوية مع استمرار الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة. أما الأجواء البحرية بشكل عام تتراوح درجات الحرارة ما بين 36 و 37 درجة مئوية، مع تقلب الرياح في أغلب المناطق الصحراء الساحلية إلى رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى نلاحظ انخفاض نسبي في درجات الحرارة، متوقع درجة الحرارة الصغرى أن تتراوح ما بين 30 درجة مئوية غرب البلاد إلى 32 في مدينة الكويت، المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية. استمرار في تقلب الرياح في منتصف دولة الكويت إلى رياح شمالية غربية في المناطق الساحلية، ترتفع ويانا أيضا نسبة الرطوبة خاصة من منتصف نهار يوم الغد، مع استمرار تقلب الرياح إلى رياح جنوبية شرقية ترتفع وياها الرطوبة خاصة على المناطق الجنوبية والجزر إلى ما بين 40 إلى 50%. درجات الحرارة العظمى متوقعة في منتصف الأربعينات إلى 47 48 في شمال الكويت، المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتة ما بين 38 إلى 42 درجة مئوية. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة أجواء معتدلة، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم، التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر بمشيئة الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:51، موعد شروق الشمس الساعة 5:16، موعد أذان المغرب الساعة 6:29. أما بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام المقبلة بمشيئة الله، أجواء حارة نسبيا إلى شديدة الحرارة في فترة الظهيرة، ارتفاع نسبة الرطوبة مستمر ويانا خلال ال5 أيام القادمة، وذلك بسبب تقلب الرياح ما بين رياح جنوبية شرقية إلى رياح شرقية، أحيانا في الليل راح ترجع ويانا الشماليات ولكن لساعات بسيطة، ثم ترجع ويانا الرياح الشمالية الجنوبية الغربية الشرقية ابتداء من يوم الأربعاء والخميس. درجات الحرارة مستمرة ويانا ما بين 47 إلى 49 درجة مئوية العظمى، أما درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة، والآن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. Yeah.